من هنا لازم نفتخر بفريقنا وإدارتنا. أي نجاح وراه توفيق ربنا سبحانه وتعالى في البداية، وإدارة قوية، مجلس ما يهموش إلا مصلحة الكيان، قطاعات إدارية عارفة قيمة المؤسسة وأصول النجاح. مبروك لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اللي بيضيف بطولة جديدة للسجل الكبير الحافل للنادي الأهلي. تصوروا 15 بطولة لمجلس الكابتن محمود الخطيب، 15 بطولة لمجلس الكابتن محمود الخطيب، واثنين برونزية كأس العالم. كل التحية للمجلس اللي وفر للجهاز الفني واللاعبين كل أجواء الاستقرار والدعم علشان تتحقق كل البطولات دي. مبروك لكولر، كولر المدرب الواعي الذكي، اللي بعتبره أنا شخصيا أهم صفقة للأهلي في السنين الأخيرة. لما جه فايلر، جه بعديه موسيماني، جه بعديه كولر، كل مدرب بيحط بصمة في تاريخ النادي الأهلي، كل مدرب بيكون اختيار واعي وذكي من لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي والقائمين على الكورة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كولر مدرب واعي ومركز وعارف قيمة الأهلي وعارف معنى البطولات. مبروك للجهاز الفني كله والجهاز الإداري وكل الأجهزة المختلفة في الكورة، سواء جهاز إداري أو طبي أو عاملين كل منظومة كرة القدم. الكل اشتغل على قلب رجل واحد علشان ترجع بطولة الدوري لبيتها الأصلي في الجزيرة. مبروك لكل نجوم الفريق اللي ما قصروش في حق ناديهم وجمهورهم، وأوفوا بالوعد اللي قطعوه على نفسهم بإعادة الدرع للتتش. بنقول للدرع الحمد لله على السلامة. أما جمهور الأهلي فهو دايما كلمة السر. مبروك لأصحاب الفرح والإنجاز، كل مشجع عاشق للفانيلا الحمراء وواثق في فريقه وإدارته ونجومه. مبروك لأعظم جمهور بيشجع أعظم نادي في الكون، جمهور دايما مساند وداعم لفريقه في كل الأوقات.